اليونيسف تبنت موضوع الرضاعة الطبيعية في سنة 1981 مع تضامن مع WHO يونيسف مع WHO اللي هي وزارة الصحة العالمية، أضموا وعملوا أول قانون لحماية الرضاعة الطبيعية في سنة 1981. ليش؟ لأنه في الأربعينات والسبعينات بدأت تصنيع رضاعة الحليب الصناعي، وللأسف العالم لقى أن والله نسبة يعني في الثمانينات لقوا نسبة الرضاعة الطبيعية نزلت 30%. مش بس نزول رضاعة طبيعية، صحة الطفل تغيرت، صحة الإنسان تغيرت. يعني حكيكم كل الناس عارفين هالأول الطفل يطلع الجبل ينزل البحر يأكل الأرض عادي. إحنا الحين في عندنا مشكلة في صحة الأطفال، صحة الإنسان، صحة المجتمع. المشكلة مو بس كده، غير الرضاعة الطبيعية كمان التغذية السليمة. فبدأ يتوجه، فأول توجه كان في 81 أنه يمنعوا الحاجات اللي بتأثر على نسبة الرضاعة الطبيعية. فعملوا كود عالمي ولا مدونة عالمية لمنع تسويق الحاجات اللي بتأثر على الرضاعة الطبيعية. مختبرات البرج الطبية، شاهد المزيد على قناتنا على اليوتيوب.